السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضركم في لقاء جديد في سلسلة Learning VMware vSphere 7. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الـ vSphere Edition واللايسنز الخاصة بالـ vSphere. في خلال الكورس بتاعنا اتكلمنا عن فيتشر كتير عن الـ vSphere كبرودكت. طبعا الفيتشر دي كانت بتبقى مرتبطة بعضها على مستوى الـ E6i، بعضها على مستوى الـ vCenter، لكن عمليا استخدامك للفيتشر دي وتوفرها عندك ده بيكون مرتبط باللايسنس اللي انت مستخدمه او الاديشن اللي انت مستخدمه. طبعا ما حبيناش ان احنا ندخل بالتفاصيل دي في خلال الكورس او في بدايته، لان لسه ما كناش عارفين كل الفيتشر اللي موجود عندنا. فبالتالي لو قلنا الاديشن الفلاني موجود في فيتشر كذا وكذا وكذا، كان النقطه دي هيبقى الاستفاده بتاعتها مش واضحه قوي. لكن حاليا بعد ما احنا غطينا غالبيه الفيتشر الخاصه بالفيسفير كبرودكت اجمالي، الفيتشر الخاصه بالاي 6 اي، الفيتشر الخاصه بالفي سنتر، فبالتالي نقدر دلوقتي نشوف او نعرف ايه هي الاديشن وبناء عليه ايه هي اللايسنس اللي احنا محتاجينها للفيسفير. بطبيعه الحال الفيسفير كبرودكت هو بيتكون من الاثنين برودكت الرئيسيين اللي هو الاي 6 اي والفي سنتر. وزي ما قلنا قبل كده وشفنا في خلال الكورس ان الاي 6 والفي سنتر لما بتعمل لهم ديبلوي بيبقى شغال 60 يوم فري. طبعا المفروض بقى في خلال 60 يوم دي بتضيف اللايسنس اللي انت محتاجها. في خلال ال 60 يوم دي ال اي 6 اي بيكون شغال باعلى لايسنس او اعلى اديشن عند في على مستوى الاي 6 اي وهي الانتربرايز بلس، ونفس الكلام على مستوى الفي سنتر بيكون اعلى اديشن ليه اللي هو الستاندرد. طبعا النهارده ان شاء الله هنفهم بقى يعني ايه ستاندرد، يعني ايه انتربرايز بلس، يعني ايه اسينشال، بكل المسميات الخاصه بالاديشن واللايسنس. بطبيعه الحال كل اديشن او كل لايسنس بتديك مجموعه من الفيتشر. ده بيكون مهم جدا ان انت تشوف حسب الاحتياجات الخاصه بيك او حسب الاحتياجات بيئه العمل عندك. فبالتالي بتقول انا الاديشن مثلا الستاندر هو الكافي جدا بالنسبه لي. ليه؟ لان كل ما بتعلى في الاديشن او اللايسنس عندك ده بيبقى في تكلفه كبيره، والتكلفه دي بناء على بعد كده بيبقى تكلفه السبورت اللي بتجدد باستمرار. اول نقطه لازم نعرفها عندنا هنا بشكل مبدئي، القاعده عند في ام وير بتقول ان اللايسنس عندك نيفر اكسباير، بمعنى ان انت حاليا مثلا بيئه العمل عندك محتاج عدد معين من اللايسنس فجبتها مثلا لفي سفير 7، هل اللايسنس دي اكسباير؟ لا، اللايسنس انت بتدفع ثمنها مره واحده، لكن بتحتاج سبورت من في ام وير. السبورت ده اللي بيتجدد، يعني انت مثلا لما بتيجي تشتري اول مره السبورت بيكون متاح ان انت تشتري السبورت ده لمده سنه او سنتين او ثلاثه، بناء على عدد اللايسنس اللي انت مشتريها هو بيسعر او بيقول لك التكلفه بتاعت السبورت. لو اشتريته مثلا السبورت لمده 3 سنين، في نهايه الثلاث سنين لازم تعمل رينيوال للسبورت. في الحاله دي انت مش محتاج تجدد اي شيء يخص اللايسنس، اللايسنس بتاعتنا نيفر اكسباير، مش بتكسباير خالص، لكن السبورت هو اللي بيحتاج يتعمل رينيوال. طبعا السبورت بيكون ليه اكتر من ليفل برضو، ان انت هل انت محتاج برودكشن مثلا سبورت فده يبقى كده متاح بالنسبه لك في اي وقت في الاسبوع، حتى لو ويك اند 24 ساعه متاح بالنسبه لك، او محتاج وركينج اور، ده برضو بتبدا ايه حسب الاحتياج بتاعك وحسب اهميه السيرفيس اللي عندك. فبتقول انا احتاج انهي ليفل فيها، لان ده بيكون برضو ليه سعر بيختلف من ليفل للتاني. طب واحد يقول لي طب احنا مثلا لو احنا اشترينا حاليا اللايسنس الفيسفير 7 او كان عندي قبل كده مثلا فيسفير 6، واحتاجنا بعد كده نعمل ابجريد مثلا لفيسفير 8 مثلا، يعني حاليا فيسفير 8 نزل وانت مثلا كنت مشتري من سنتين ثلاثه الفيسفير 7 هو اللي كان متاح في الوقت ده، هقول لك لو السبورت بتاعك انت بتجدده باستمرار وشغال، فبالتالي انت من على الاكونت بتاع اللي انت مشتري بيه اللايسنس على في ام وير تقدر تعمل ابجريد لللايسنس من ال7 لل8 او من ال6 لل7 من ال6 لل8 زي ما حسب الاحتياج اللي عندك، ده بدون اي كوست بدون اي تكاليف. ما دام اللايسنس بتاعتك او ما دام السبورت بتجدده باستمرار فانت تقدر تعمل ابجريد لللايسنس من اصدار للتاني، او حتى داون جريد. انت ممكن دلوقتي لو جيت تشتري 8 مثلا، طب انا عايز استعمله على 7، تقدر تعمل داون جريد لللايسنس في ثانيه واحده من على الايه الاكونت بتاعك على في ام وير، تقدر تعمل ابجريد وداون جريد لللايسنس بدون اي كوست، ده بشرط ان يكون السبورت بتاعك باستمرار متجدد. علشان كده بنقول ده معنى او ليه احنا بنقول اللايسنس نيفر اكسباير، لان انت تقدر تعملها ابجريد من الويب سايت عادي بدون اي كوست. لا، الشرط الوحيد انه يكون بس ما السبورت بتاعك بتعمله رينيو باستمرار.
حاليا بقى هنلاحظ ان احنا عندنا مجموعه كبيره من الاديشنز وبناء عليها لايسنس للفيسفير. يعني هتلاحظ احيانا يقول لك انا عندي الفيسفير انتربرايز بلس، احيانا يقول لك ستاندر فيسفير بلس اسينشال، والاسينشال ده بينقسم لحاجتين، وحاليا دلوقتي في مسمى جديد كده اللي هو الفيسفير وستانزو. يعني في مسميات كتير وفي انواع كتير، يعني انا لخصت لك هنا الاهم. يعني في بعض الانواع التانية اللي بتكون كده يعتبر زي كومبو كده من جميع لك كام برودكت مع بعض، لكن انا ما حبيتش نضيفها هنا علشان هي مش استخدامها مش كتير. اول قاعده هنا لازم نعرفها ان الفي سفير زي ما قلنا زمان هو ده اسم المنتج التجاري نفسه. طيب لما بشتري دلوقتي انا لو عايز اعمل فكره السيرفر فيرشواليزيشن ويكون عندي لايسنس للفي سفير، فحاليا هحتاج اجيب لايسنس ايه؟ لايسنس للاي 6 اي والفي سنتر، لازم اجيب لايسنس للاثنين. ده كده اول قاعده عندنا. للعلم انت دايما هتلاقي يقول لك لايسنس للفي سفير، لما في الجزء بتاعت اللايسنس والكلام ده لما تسمع كلمه في سفير احيانا بيكون بيقصد بيه او في الغالب بيقصد بيه لايسنس الاي 6 اي. فلو قريت انه يقول لك مثلا احنا هنجيب كام لايسنس للاي 6 اي للفي سفير، اعرف ان هو بيتكلم كده على الاي 6 اي. لكن كفي سفير كبرودكت اجمالي، لان ده الاسم التجاري زي ما وضحنا في بدايه الكورس، فهو هنا لازم تجيب لايسنس للاي 6 اي والفي سنتر. الفي سنتر امره بسيط، يعني الفي سنتر انت بيبقى عندك في سنتر واحد بتجيب له لايسنس، ايا كان عدد الاي 6 اي اللي موجود عندك مش هيفرق معانا، لان انت عملت ديبلويمنت لواحد في سنتر، فبالتالي انت محتاج لايسنس واحد. وفي الاخر عندنا برضو سلايد كده هنتكلم في الاديشن الخاصه بالفي سنتر. لكن اللايسنس بتاعت الاي 6 اي هي دي بقى اللي فيها شويه تفاصيل. الاي 6 اي عندنا ايا كان بقى النوع اللي انت هتشتغل عليه، اللايسنس بتتحسب ازاي؟ بتتحسب حسب على يعني كعدد، ايا كان بقى انت هتستعمل ستاندر انتربرايز في سفير بلس الحاجات دي. الفي سفير بلس طبعا ليه قصه مختلفه، لكن اللايسنس بتاعت الاي 6 اي بتتحسب بعدد الفيزيكال سي بي يو او الفيزيكال بروسيسور على مستوى الاي 6 اي. يعني بدون ما تنزل اي هارد اي سوفت وير خالص على الهارد وير عندك، انا دلوقتي عايز اعرف انا محتاج كام لايسنس للاي 6 اي. الموضوع بسيط جدا، كل سؤال بسيط، عندك كام فيزيكال بروسيسور على كل سيرفر بدون ما احنا نعمل انستول لاي شيء؟ تقول لي انا عندي مثلا كل سيرفر فيه 2 بروسيسور، خلاص يبقى اقول لك السيرفر الواحد محتاج 2 لايسنس للاي 6 اي. ايا كان بعد كده بقى هتستعمل انتربرايز بلس ولا ستاندر ولا غيره، هقول لك دي مش الفيصل بالنسبه لنا. احنا بالنسبه لنا كعدد هو عد مرتبط بعدد الفيزيكال سي بي يو. طب بناء على الكلام ده واحد ممكن يسال سؤال، طب انا مثلا البروسيسور اللي عندي ممكن يبقى في البروسيسور ده في 2 كور في 4 كور في 8 في 10 فيما فوق. هقول لك VMware طول عمرها كانت بتحسب البروسيسور ايا كان عدد الكور اللي فيه، لكن نخلي بالنا بقى من النقطه دي. بدايه من الفيسفير 7 VMware غيرت السياسه بتاعتها شويه، قالت لك احنا ما زلنا بنحسب بعدد الفيزيكال سي بي يو، لكن ماكسيمم ان البروسيسور الواحد او السي بي يو الواحد يكون فيه 32 كور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي لما بتيجي دلوقتي تقول لي انا عندي مثلا اي 6 اي او فيزيكال سيرفر لسه ما نزلناش على حاجه وفي 2 سي بي يو، السي بي يو الواحد يبقى هحتاج للسي بي يو الاولاني ده لايسنس للاي 6 اي، والسي بي يو الثاني ده لايسنس كمان، يبقى انا محتاج كده 2 لايسنس. هنا ده كان الطبيعي بتاعنا على طول لغايه ما قبل فيرجن 7. بدايه من فيرجن 7 VMware قالت لك في شرط ثاني، ان ماكسيمم ان البروسيسور الواحد يكون فيه 32 كور. طيب لو البروسيسور بتاعي فيه مثلا 40 كور او 2 او 48 كور، يبقى في الحاله دي البروسيسور الواحد يحتاج 2 لايسنس. يبقى احنا بالنسبه لنا دلوقتي العدد عشان تحسب عدد اللايسنس الاي 6 اي هو يعتبر بتتحسب بالفيزيكال سي بي يو بحد اقصى 32 كور في البروسيسور الواحد. عمليا دي مش هتعمل لنا مشكله كبيره، لان نادر قوي لما انت هيكون عندك البروسيسور الواحد فيه اكتر من 32 كور، لان ده بيكون كده البروسيسور ده غالي جدا، ويعني احتماليه ان ده يقابلك في الواقع العملي 5%، يعني لان ده بيكون في الاماكن الكبيره قوي اللي عندها ابلكيشن محتاجه عدد كورز كتير على مستوى السيرفر الواحد. لكن لازم تخلي بالك من النقطه دي، ان انت دلوقتي لما بنحسب اللايسنس الخاصه بالاي 6 اي بتتحسب بعدد الفيزيكال سي بي يو، كل بروسيسور او كل سي بي يو عندك بيبقى محتاج لايسنس بحد اقصى اللايسنس ديت يكون البروسيسور ده فيه 32 كور، زياده عن كده يبقى البروسيسور واحد محتاج 2 كور. للعلم هو ده نفس الحساب لكل البرودكت عند في موري اللي بتتحسب بالفيزيكال سي بي يو، زي الفي سان زي الان اس اكس، كله دلوقتي بقى يقول لك
بعدد الاي 6 اي عندك وعدد الفيزيكال سي بي يو اللي فيها بحد اقصى 32 كور بير سي بي يو او بير سوكيت يعني. فنخلي بالنا ايه من النقطه دي. يبقى احنا عندنا دلوقتي الاي 6 اي بيتحسب بعدد البروسيسور وبحد اقصى كل بروسيسور فيه 32 كور. ده كده يبقى لايسنس واحده للسوكيت الواحد او البروسيسور الواحد او السي بي يو الواحد ايا كان المسمى اللي بتستعمله. نيجي بقى هنا دلوقتي احنا عرفنا ان الفي سنتر بيتحسب لايسنس واحده، هو ما دام انستنس واحد او ديبلويمنت واحد عندك يبقى محتاج لايسنس واحده. الاي 6 اي بيتحسب بعدد الفيزيكال سي بي يو اللي موجود عندك. انت بتجمع بقى عندي مثلا 20 اي 6 اي وكل اي 6 اي في 2 سي بي يو، كل سي بي يو مثلا فيه 10 كور، خلاص يبقى انا كده محتاج ايه 10 اي 6 اي في 2 بروسيسور، يبقى محتاج 20 لايسنس للاي 6 اي او 20 لايسنس للفي سفير يعني احيانا بيسموها كده او يكتبوها كده في اللايسنس بتاعتك. الفي سنتر هي لايسنس واحد. نيجي بقى للنقطه الثانيه. طب انا دلوقتي عندي احيانا هيقول لك الفي سفير انتربرايز بلس او الاي 6 اي لايسنس بتاعته انتربرايز بلس او ستاندر او اسينشال، طب ايه بقى التفاصيل دي؟ دي بقى اللي هي المهم، دي الاديشنز بقى اللي عندنا اللي بناء عليها بتاخد اللايسنس بتاعتك. دي الانواع اللي هتقابلك في الحياه بشكل كبير جدا. غالبيه اللي هيقابلك واللي مشهور جدا الستاندر والانتربرايز والاسينشال، ده الاشهر عندنا. ناخد كده كل نوع، وكل نوع من هنا لبعض الملاحظات وبعد كده هنشوف الفروق بينهم. الفرق مثلا ما بين الستاندر والانتربرايز هو الفيتشر اللي انت بتاخدها، بمعنى ان انت مثلا زي ما قلنا اشهر انواع هتقابلك في الحياه اللي هو الستاندر. الستاندر والانتربرايز ده بيحسب لك برضه بفكره الفيزيكال عندك كام فيزيكال سي بي يو بحد اقصى 32 كور في كل بروسيسور. الانتربرايز بلس ده اعلى اديشن عند في ام وير وده اغلاهم طبعا. ليه؟ ده كل الفيتشر اللي موجوده على مستوى الاي 6 اي واللي مرتبطه بالفي سنتر هتتحقق عندك فين؟ في الانتربرايز بلس. طيب الستاندر، لا الستاندر اقل منه شويه. يعني مثلا كفرق كده سريع، ايه اللي موجود مثلا في الانتربرايز ومش موجود في الستاندر؟ حاجه مثلا زي الديستريبيوتد سويتش زي الاس دي ار اس. الفول تولرانس مثلا في الانتربرايز بيبقى بيسبورت للفي ام الواحده 8 سي بي يو، الستاندر بيبقى 2 سي بي يو، وفروق تانية كتير هنشوفها مع بعض. فبالتالي حسب احتياجك عندك وحسب الفيتشر اللي انت محتاجه انت بتقرر انهي اديشن هيكون كافي بالنسبه لي. نيجي بقى لمسمى جديد كده، احنا طبعا لسه هنشوف الفروق ديت بالتفصيل، يعني في كده جايد عند فيم وير هنشوفه مع بعض. ليه الفروق ديت هنشوفها؟ عشان تبقى الفيصل تعرف ايه الفيتشر الموجوده في الستاندر واللي موجوده في الانتربرايز، واللي موجوده في الانتربرايز مش موجوده في الستاندر. مثلا احد الانواع الاديشنز اللي ظهرت جديده اللي هو الفي سفير بلس. الفي سفير بلس هو ده يعتبر لسه ظاهر من حوالي سنه، هو كان بدايته من 7 ابديت 1. الفكره بتاعته بكل بساطه ان احنا قلنا في الانتربرايز بلس والستاندر وغالبيه اللايسنس هي بتتحسب بعدد الفيزيكال سي بي يو، لا الفي سفير بلس ده بيتحسب لك كسبسكريبشن، هو بيديك كل الفيتشر اكن انت شغال انتربرايز، لكن ما بيحاسبكش الا على الحاجات اللي انت مستخدمها. بناء بقى على عندك كام هوست، ايه الفيتشر اللي انت بتستخدمها، فيعتبر شغل سبسكريبشن. يعني ده اصلا معمول يقول لك ايه ده للمالتي كلاود والكلام ده، مع ان هو اصلا اون بريمس. يعني سواء عندك الفي سفير بتاعك اون بريمس على كلاود تاني على الكلام ده، هو الفكره ان هو بيتعمل لك ايه سبسكريبشن. ويعتبر يعني زي اي بابليك كلاود كده، ان انت بتحط مثلا بتتشارج مثلا، يا اما تدفع بشكل مقدم تحط مبلغ معين وبالتالي يبدا يسحب منه، او ان هو في اخر الشهر مثلا بيحاسبك. الفي سفير بلس هو الفكره بتاعته قريبه من كده، ان هو بيحاسبك حسب الاستخدام وحسب الفيتشر اللي انت بتستخدمه، هو مديك كل شيء لكن حسب الاستخدام، عكس الانتربرايز بلس والستاندر. الانتربرايز بلس والستاندر زي ما قلنا في الاول هي لايسنس انت خدتها نيفر اكسباير، حتى لو انت خدت الانتربرايز وما استعملتش كل الفيتشر اللي فيها خلاص انت دافع الكوست بتاعها. مش فكره بقى حسب انا استعملت ايه ما استعملتش ايه، لا هو انت لو خدت اللايسنس بتاع الانتربرايز مثلا ل 20 هوست، طب انا او في الاول استعملت مثلا ل 15 هوست، خلاص هو بيحاسبك على كله. فاحيانا الفي سفير بلس دي بتكون يعني كويسه لبعض الاماكن اللي يقول لك لا انا عايز احاسب حسب الاستخدام الفعلي بتاعنا او حسب الاستهلاك، اقول لك تروح للفي سفير بلس. لكن عمليا هل في اختلاف لاي فيتشر زياده او الكلام ده؟ لا، هو بس الاختلاف في عمليه الايه الحساب بتاعها، ان دي في سفير بلس سبسكريبشن، الانتربرايز والكلام ده لا دي فوريفر اللايسنس بتاعتك موجوده معاك.
ودي يعتبر جديدة يعني. الفيسفير بلس زي ما قلنا لسه جديدة، ما بلاش مثلا حوالي سنة من وقتنا الحالي يعني، بدايتها ما بتشتغلش الا من السيفن ابديت 1. نيجي بعد كده لنوع اللي هو الفيسفير اسينشال. الفيسفير اسينشال ده من الانواع الجميلة جدا اللي هتفيدك في اوقات كتير جدا، وللاسف كتير يغفلوا عن النوع ده. الفيسفير اسينشال ده ليه كده سبيشال كيس. يعني تخيل مثلا انت شغال في انفايرمنت صغيره كده، انا عندي مثلا 2 3 اي 6 اي، ومش محتاج ان انا يكون عندي كل الفيتشر اللي هنشوفها في الستاندر او الانتربرايز. طبعا في الستاندر والانتربرايز بيكون الكوست بتاعها عالي مقارنه لما تعملها بالاسينشال. طب الفكره بتاع الاسينشال ايه؟ الاسينشال ده سبيشال كيس بقى. يقول لك ايه هي؟ بيبقى شوف بيقول لك ايه، كيت. هي بتتقسم لحاجتين، في سفير اسينشال كيت واسينشال بلس. طيب الفكره بتاعتها ايه؟ ان هو بيديك باكج من اللايسنس. اول حاجه ان انت بيديك لسته سي بي يو. جميل. السته سي بي يو ده يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي الانفايرمنت اللي عندك دي ماكسيمم هيكون فيها 3 اي 6 اي، كل اي 6 اي ماكسيمم 2 سي بي يو. طب واحد يقول لي طب انا عندي 2 اي 6 اي بس، هو هيديك السته كاملين، انت بتاخدهم كيت كامل، باكج كامله. خلي بالنا من النقطه دي. الاسينشال هو بيديك باكج من اللايسنس، اللايسنس دي بيديك الفيتشر الاساسيه قوي. يعني انت دلوقتي انفايرمنت كده بسيطه، انا مش عايز، ما عنديش كوست، ما عنديش بادجت، وعندي 2 3 هوست، اقول لك خلاص الاسينشال دي انسب حاجه ليك. الاسينشال كيت هو اعتبر بيديك يعني ان انت تقدر تكريت في ام وخلاص، يعني ما بيديكش حتى ايه اي فيتشر تانيه. بدايه من الاسينشال بلس لا، يديك بقى ان انت تقدر مثلا تعمل الاتش اي يبقى شغال عندك مع بعض الفيتشر الايه التانيه اللي احنا هنشوفها. لكن الاختلاف الجوهري عندنا في فكره الاسينشال بوجه عام ان ده الانفايرمنت بتاعتك ايه ماكسيمم 3 اي 6 اي. ليه؟ لان هو بيكون مديك 6 سي بي يو. طب واحد يقول لي طيب انا ممكن يكون عندي كل اي 6 اي في واحد بروسيسور، هل ينفع ان انا اشغل مثلا 6 اي 6 اي؟ هقول لك لا، هو ماكسيمم 3 اي 6 اي باتنين بروسيسور في كل واحد. يعني انت دلوقتي مثلا عندك 3 اي 6 اي وكل واحد فيه بروسيسور واحد او سي بي واحد، هي برضو انت واخد ايه الستة. مش هيقول لك بس انا هبيع لك 3 بس، لا هي باكج كاملة بتبقى 6، استعملت بقى منها 2 3 4 5 6، هي بنفس الايه السعر. طبعا هنشوف كمان شوية الفروق بالتفصيل ما بين الفيتشر اللي هنا وهنا، لكن الاسينشال دي مناسبة جدا جدا للانفايرومنت الصغيرة قوي اللي انت عندك 2 3 هوست بالكتير، فبالتالي وعايز الفيتشر الاساسية، لان ان انت تروح مثلا تستعمل حتى الستاندر او الانتربرايز طبعا هيبقى مكلفة جدا، لان دايما لما تكون انفايرومنت صغيرة انت مش محتاج فيتشر كبيرة، فبالتالي دي معمولة كده الانفايرومنت الصغيرة عندك 2 3 هوست، هو يديك باكج من اللايسنس 6 سي بي يو تبدأ تستعملهم. الاختلاف بس ان انت تشوف هل الاسينشال هيبقى كافي بالنسبه لك ولا الاسينشال بلس كافي بناء عليه على الفيتشر اللي هيديها لك، ودي هنشوف المقارنه بتاعتهم كمان شويه. نيجي بعد كده للفيسفير وستانزو. الفيسفير وستانزو دي برضو من الحاجات الجديده في ال7 حاليا بقى، زي ما انتم عارفين فكره الكوبرنيتوس والكونتينر كل الفيندور شغاله في الموضوع، ففيموير طبعا عندها الجزء اللي هو الكوبرنيتوس او الكونتينر الخاص بيه اللي هو التانزو ده، بيبقى الفيسفير يعتبر انتربرايز بلس بلس الفيتشر الخاصه بالايه بالتانزو. يعني انت بتاخدها كده لو انت هتشغل التانزو او تشغل الكوبرنيتوس عندك من وجهه نظر فيم وير، يعني ان انت خلاص تاخد الباكج دي كامله اللي هو فيسفير وستانزو. الفيسفير بيبقى انتربرايز بلس مع الفيتشر الخاصه بالتانزو كده تاخدها باكج. طبعا فيم وير بتعمل باكج من ممكن يبقى اتنين برودكت مع بعض او كده، ده بيبقى اوفر وارخص بدل ما انت مثلا ايه تشتري البرودكت ده لوحده وده لوحده، لا هو بيديك الاثنين برودكت مع بعض اللي هو الفيسفير وستانزو. ده في حاله لو انت هتشتغل بالتانزو او اللي هو الكوبرنيتوس او الكونتينر بتاع فيم وير. بعد كده في نوع تاني من الاديشن في بالنسبه للفيسفير اللي هو فيسفير هايبرفايزر، هو اسمه كده. ده بقى ايه؟ ده اصلا فري، يعني اصلا ده فري اصلا ملوش اي كوست. طيب ما ده حاجة جميلة نستعملها، اقول لك لا، ده هو ده بيبقى اصلا لو انت عندك واحد اي اس اكس اي، يعني سيرفر كده ستاند الون، فيم وير بتديك اللايسنس دي مجاني وشغالة فور ايفر. تمام، فده كده اللي يعتبر اللي هو الايه الفيسفير اللي هو الفري اديشن. الفري ده هو الشرط بتاعه انه يكون اي اس اكس اي واحد، هو باي حال من الاحوال ما ينفعش ينضاف للفي سنتر، هو موجود فيه كل الفيتشر
السيرفر بتاعك الاي 6 اي ده ملوش ماكسيمم في عدد السي بي يو او الميموري اللي تقدر تضيفها. يعني مش هقول لك اه لازم يكون مثلا في 64 جيجا ميموري او 128 واحد بروسيسور او اتنين بروسيسور، لا احنا ما بنديش ليميت في الموضوع ده. هو الليميتيشن اللي فيه ان السيرفر ده لازم يكون ستاند الون، الاي 6 اي يكون ستاند الون، ما ينفعش ينضاف لفي سنتر، لو حاولت تضيفه هو مش هينضاف لاي في سنتر. بالاضافه الليميتيشن بقى في ايه، ان اي في ام موجود عليه الماكسيمم فيها يكون 8 سي بي يو، يعني 8 فيرتشوال سي بي يو. يبقى نخلي بالنا من النقطه دي، ان انت دلوقتي احيانا ممكن يكون عندك مثلا مكان معين عايز تحط فيه سيرفر واحد كاي 6 اي، خلاص مش هتروح بقى تشتري حاجه ستاندر ولا انتربرايز ولا اسينشال ولا كده، سيرفر كده ستاند الون. خلاص تقدر تداونلود اللايسنس دي من على الويب سايت الخاص بفي ام وير، بتريكوست ايه اللايسنس، يديك لايسنس بتبقى شغاله فوريفر نيفر اكسباير، والليميتيشن بس في ان ما ينفعش تضيفها لاي في سنتر، والفي ام اللي عليه اي في ام موجود عليه، انت تقدر تكريت في امز كتير، لكن اي في ام الماكسيمم بتاعها بيكون على مستوى السي بي يو بيكون 8 سي بي يو لكل فيرتشوال ماشين. فده مناسب للاماكن اللي هو حد محتاج سيرفر كده ستاند الون وخلاص. نيجي بعد كده لاحد برضو انواع اللايسنس اللي هي اسمها فيسفير ديسكتوب، واللايسنس دي من اللايسنس الجميله جدا اللي يعتبر مش معروفه قوي. فكره الفيسفير ديسكتوب دي لو انت شغال مثلا عندك في دي اي سوليوشن اللي هو بتاع في مور اللي هو الهورايزون، فبطبيعه الحال الهورايزون ده كفيرتشوال ديسكتوب انفراستراكشر بيحتاج ان انت هايبرفايزر يبقى عليه الفي امز اللي اليوزر هيستخدموها كديسكتوب. طبعا في بدايه الكورس بتاعنا احنا كنا موضحين في فكره الفي دي اي او الفيرتشوال ديسكتوب، اللي ما يعرفش يعني ايه فيرتشوال ديسكتوب يقدر يرجع للفكره بتاعت الفي دي اي. فاحنا هنا لما تستعمل مثلا الهورايزون كسوليوشن محتاج هايبرفايزر يبقى عليه الفي امز اللي هتكونكت عليه، او الكومبوننت الخاصه بالديسكتوب نفسه اللي هو حاجه اسمها كونكشن سيرفر لورك سبيس 1 اكسس، يعني بعض الايه السوليوشن او الكومبوننت الخاصه بالفي ام وير هورايزون. لكن الاحتياج الاكثر للاي 6 اي اللي هيبقى عليه الفي امز اللي هي مثلا على ويندوز 10 ويندوز 8 ويندوز مثلا 11 الكلام ده، لينكس في ام اليوزر بيكونكت عليها، فبالتالي انت محتاج هايبرفايزر يكون عليه الفي امز دي. لو انت اشتريت ستاندر او انتربرايز عادي مفيش اي مشكله، لكن الموضوع هيبقى مكلف جدا لان انت ممكن يبقى عندك عدد فيمز كتير فمحتاج عدد هايبرفايزر كتير. فهنا فيم وير بتديك كده اللي هو الفيسفير ديسكتوب. الفيسفير ديسكتوب ده بيكون يعتبر فيسفير انتربرايز بلس، لكن هو معمول فقط ان يشتغل كهوست للفي ام بتاعت الفي دي اي والكومبوننت بتاع الهورايزون، فبالتالي ده بيوفر عليك كتير جدا. يعني انت حتى تقدر تشتريه لوحده، او وانت بتشتري الهورايزون تاخده كده كباجج كامله، ويكاد يكون السعر بتاعه بيكون قليل جدا جدا جدا، مع ان انت ممكن يكون عندك عدد فيمز كتير، لكن هو بيبقى الهدف يعني ان هو يوفر عليك، لان اي حد لما يجي يفكر في جزئيه الفيديو اي يقول لك اه انا احتاج كده اي 6 اي عشان هوست عليه الفي امز بتاعه الاند يوزر، فبالتالي الموضوع هيبقى مكلف. اقول لك لا، انت لو خدت الفيسفير ديسكتوب ده او الفيسفير فور ديسكتوب يعني ده بيكون موفر جدا جدا، شبه احيانا ممكن يبقى السعر بتاعه زيرو، يعني بيبقى يدولك باكج كده فالسعر بتاعه بيبقى قليل جدا، لكن الشرط بتاعه ان ده ليهوست الفي امز الخاصه بالاند يوزر اللي عندك او الهورايزون كومبوننت نفسها. فده بيكون مع الفي دي اي بيكون مفيد جدا وموفر جدا جدا بالنسبه لك. نيجي بقى لاحد الانواع برضو المجهوله قوي واللي قليل قوي يعرفوها، اللي هي الفيسفير ريموت اوفيس برانش اوفيس، او بنختصرها نقول ايه الروبو. الروبو او ريموت اوفيس برانش اوفيس من الاديشن في الفيسفير اللي كويسه جدا وبتوفر عليك. احنا دايما بنستعمل الفكره بتاعتها ده زي ما هو واضح من الاسم بتاعه، ان انت عندك ريموت اوفيس او برانشز، يعني تخيل انت كده الشركه بتاعتك ليها مجموعه من البرانشز، يعني انت مثلا هيد اوفيس في القاهره وليها مثلا برانش في اسكندريه وبرانش في اسوان وبرانش في طنطا او ممكن في دول تانية، وكل برانش انت عايز تحط فيه مثلا كام اي اس اكس اي كده بسيط علشان تحط عليه بعض الابلكيشن او السيرفيس المهم. ده سيناريو واقعي جدا وبيحصل كتير جدا، بالذات في الشركات اللي عندها فروع بقى او مراكز توزيع او كده يعني.
فالسيناريو ده هتقول لي طيب احنا في الحالة دي الطبيعي ان خلاص ان احنا مثلا عندنا الهيد اوفيس بتاعنا في مثلا مجموعة بالاس اكس اي، وعايز مثلا في كل سايت 3 4 اس اكس اي تانيين مثلا نهوست عليه بعض الفي امز اللي تخص الابلكيشن بتاع السايت ده. ففي الحالة دي بطبيعة الحال هفكر بقى هجيب ستاندر ولا انتربرايز ولا اجيب مثلا اسينشال كيت حسب بقى اسينشال بلس ولا ايه. هقول لك لا، انت تقدر تجيب اللايسنس بتاع الريموت اوفيس، انت عندك في الهيد اوفيس جايب اللايسنس الطبيعيه بتاعتك ايا كان ستاندر او انتربرايز بلس، لكن في السايت او البرانشز اللي عندك انت بتجيب اللايسنس اللي هي ايه اللي هي الروبو. الروبو دي طبعا ستاندر وادفانسد وانتربرايز، وهنشوف الفروق بينهم. طب الفكره بتاعت ايه؟ الفكره بتاعت هنا ان في نقطه مهمه جدا وفي شرط وحيد عشان تستعمل اللايسنس دي، ان كل سايت هيكون فيه ماكسيمم 25 في ام، واعتقد الرقم ده كافي جدا. يعني ان انت اصلا موضوع البرانشز ده انت لا انت عايز كام في ام كده عليهم، مثلا ابلكيشن معين او اديشنال دومين كنترولر او مثلا بروكسي معين او 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 ابلاينس بتاع نتورك او ابلاينس بتاع فاير وول. يعني سيناريو واقعي كتير جدا بنحتاجه. فيقول لك ايه، بدل ما هتاخد لايسنس من الغالي عندنا اللي هي الانتربرايز او ستاندر او كده، لا ده انت يكفيك اللي هي الايه الروبو، ده بيكون رخيصه جدا جدا، يعني فرق في السعر كبير جدا بصراحه. لكن هو الشرط بتاعها ايه؟ ان كل سايت يبقى فيه 25 في ام، ايا كان بقى ال 25 في ام دول هتحطوا على اس 6 اي 1 او 2 او 3 او 4. هو ما بيبصش للعدد قد ما بيبص، يعني ما بيبصش لعدد الاي 6 اي قد ما بيبص لعدد مين؟ الفي امز. كل سايت عندك هيكون ماكسيمم تقدر تكاريت 25 في ام، غير كده لا، يبقى حاول بقى تروح للايه للانواع التانية ستاندر او انتربرايز او ممكن اسينشال مثلا ينفعك في السيناريو ده لو انت محتاج يعني اكتر من 25. فالروبو ده الفكره بتاعته ان انت عندك في الهيد اوفيس بتاعك لايسنس عاديه، لكن البرانشز بتاعتك انا محتاج يكون فيها بعض الفي امز. طيب الفي امز اللي هنا دي مش هحتاج اشتري اي لايسنس من الطبيعيه بتاعتنا دي، انا هاخد الروبو. الروبو ده الشرط بتاعه بكل بساطه 25 في امز ماكسيمم في كل برانش او في كل سايت. طبعا هسه هنشوف ان هو بيديك هنا انواع ستاندر وادفانسد وانتربرايز بناء على الفيتشر اللي انت محتاجها في كل سايت. ده برضو بتفرق معاك في السعر كتير، يعني انت ممكن تكون عايز حاجات فيتشر الأساسية بس خلاص خد الستاندر، لأن الموضوع ده أحيانا ممكن يبقى فيه أماكن عندها بالتلاتين واربعين برانش وكل برانش لازم يبقى فيه بعض الفي امز، فبالتالي هيفرق معاك الاديشنز برضو. يعني انت زي ما شايفين كده الروبو ده الستاندر ادفانسد انتربرايز، ده هتشوف الفروق بينها. دي كده الانواع الرئيسيه اللي عندنا في موضوع الاديشن او اللايسنس، لان بناء عليه انت بتبدا تشوف بقى انهي اللي هيكون الاديشن الانسب بالنسبه لي، فبناء عليه هشتري اللايسنس في الحاله دي. حتى الان احنا هنا اللي بنتكلم عليه اللايسنس الخاصه بالاي 6 اي، للعلم احنا هنا كل اللي بنتكلم عليه ده اللايسنس الخاصه بالاي 6 اي، احنا ما اتكلمناش خالص على اللايسنس بتاع الفي سنتر. الفي سنتر بقى هل ليه مجموعه من الاديشنز؟ هقول لك اه، ده الفي سنتر ليه 3 اديشن. للعلم كل او اللي احنا دايما حتى بنقولها الاشهر ان الفي سنتر هو ستاندر اديشن، لان الستاندر ده زي ما احنا هنشوف هو الغالب الاستخدام، لكن عمليا لا، ده الفي سنتر عندنا ليه 3 اديشن اللي هو اسينشال وفاونديشن وستاندر. طب امتى هستعمل ده وامتى هستعمل ده وامتى هستعمل ده؟ استخدامك لانهي اديشن في الفي سنتر هو الاختلاف في الفكره دي هيختلف معاك في السعر بتاعه. يعني الاسينشال ده اليوز كيس، الفاونديشن اليوز كيس، والستاندر ليه كده. فطبعا لازم تبقى عارف هتجيب اللايسنس انهي اديشن، لان ده تفرق في السعر. يعني الاسينشال ده ارخصهم، لكن ما اروحش اجيب اسينشال وانا عايز استعمل مثلا في يوز كيس معينه ما ينفعش يشتغل معايا. طب امتى هاخد كل نوع من ده؟ زي ما عاملين هنا في الرسمة دي، الاسينشال ده بيكون شغال ايه؟ لو انت عندك الفي سفير كلايسنس الاس 6 اي جاب اللي هو الايه؟ الاسينشال كيت او الاسينشال بلس، يبقى في الحالة دي الفي سنتر بتاعك بيكون اسينشال. وخلي بالك هو هنا بيقول لك اصلا يعني الفيصل الثاني او المعلومة الثانية في عد في الاديشن انت تاخد الفي سنتر اسينشال ولا فاونديشن ولا ستاندر. الفي سنتر اللي هو الاسينشال ماكسيمم عدد الاي 6 اي اللي اقدر اضيفها فيه كام؟ 3 اي 6 اي، يعني 3 هوست، ايا كان كل هوست فيه كام بروسيسور، نخلي بالنا من النقطة دي. يبقى الاسينشال لسه يعني الفيصل بالنسبة لي ان انا هستخدمه ولا لا، اللي هو بيشتغل مع الاسينشال او الاسينشال بلس. وزي ما احنا عارفين الاسينشال اصلا هو ماكسيمم عدد الهوستات اللي فيه هو بيكون كام؟ اللي هو 3. يعني اصلا الفي سنتر بتاعنا اللي هو الفي سنتر الاديشن بتاعه الاسينشال هو اخره 3 اي 6 اي. طب الفاونديشن؟ الفاونديشن اخره 4 اي 6 اي. عشان كده لما جينا في الفاونديشن قال لك الفاونديشن ده انت ممكن تستعمل مع الستاندر والانتربرايز بلس
وحاجه كمان اسمها الفي كلاود سويت، وهنشرح ونوضح المعنى بتاعها. لان انت ممكن يكون عندك الانفايرمنت بتاعتك، انا عندي مثلا 2 هوست 3 هوست 4 هوست، لكن انا مستعمل ستاندر مثلا. يعني انت ممكن يكون عندك الانفايرمنت بتاعتي 3 اي 6 اي، جميل جدا. طيب لو 3 اي 6 اي هقول لك خلاص الفي سنتر بتاعك ينفع يكون اسينشال وينفع يكون فاونديشن. طب هختار امتى اسينشال واختار امتى فاونديشن؟ هقول لك اه لو الايس لو الفي سنتر بتاعك هتكون هتستخدم 3 اي 6 اي، لو اللايسنس بتاع الاي 6 اي اسينشال يبقى خلاص استعمل اسينشال. طيب لو انا هستعمل ستاندر او انتربرايز بلس او في كلاود، خلاص يبقى انت في الحاله دي استعمل فاونديشن لو عندك 3. طب عندك 4 يبقى انت دلوقتي ممكن تستعمل ستاندر او انتربرايز بلس او في كلاود سويت. طيب الستاندر بقى الفي سنتر ستاندر اللي هو يعتبر 5 فيما فوق، طبعا لو انت عندك 2 اي 6 اي او 3 او 4 برضه يقدروا تضيفهم فيه، لكن احنا بنقول بقى لا الانفايرمنت عندك اللي هو 5 فيما فوق يبقى الزام ان انت لازم يكون الفي سنتر بتاعك ستاندر. عشان كده في الواقع العملي هتلاقي دايما يعني لو انت مش مستعمل اسينشال يعني هتلاقي الكل بيستعمل ستاندر. الفاونديشن دي نادرا اول لما هتلاقيها، لان حتى اي حد يقول لك خلاص انا هجيب كده ولا كده ستاندر، حتى لو انا دلوقتي بادئ باربعه هوست او ثلاثه لان في المستقبل هزيد. مع ان للعلم انت ممكن تبدا بفاونديشن وفي اي وقت تقدر تعمل ابجريد لللايسنس بتاعتك، يعني انت في اي وقت انت اشتريت اللايسنس بتاعت الفي سنتر مثلا فاونديشن في اي وقت تقدر تعمل لها ابجريد للستاندر وتدفع الفرق السعر بتاعها وتدفع فرق السعر السبورت. نفس الموضوع لو انا مثلا مشتري لايسنس مثلا ستاندر وعايز اعمل لها ابجريد للانتربرايز بلس على مستوى الاي 6 اي في وقت اعمل لها ابجريد، يعني موضوع ان انت تابجريد من اديشن للتاني في اي وقت تقدر تعمل الموضوع ده، هو انت بتدفع ايه فرق السعر بس. يبقى احنا عندنا دلوقتي اللي هو الفي سنتر الاديشن عندنا ثلاثه، الاسينشال فاونديشن ستاندر. المركز بالنسبه لنا نستعمله ممكن بعدد الاي 6 اي لو ماكسيمم 3 وانت مستعمل اسينشال خلاص الاسينشال ده كافي بالنسبه لك. طيب لا انا ماكسيمم 4 فانا ممكن استعمل الفاونديشن. طب اكتر من 4 يعني 5 فيما فوق، خلاص يبقى الزام انت لازم تستعمل الستاندر. طبعا الفاونديشن والستاندر لو العدد عندك كافي ده بيشتغل مع الفي سفير يكون ستاندر، يعني الاي 6 اي بتاعك اللايسنس بتاعته ستاندر، او الفي سفير اللي هو الانتربرايز بلس، او الفي كلاود سويت. الفي كلاود سويت للعلم هو مش برودكت، الفي كلاود سويت ده بيكون اصلا هو باكج من البرودكت زي ما بيقول لك كده سويت اهو. هو ده في ايه اصلا؟ هو بيكون لايسنس ل الفي سفير بتكون في الحاله دي انتربرايز بلس مع لايسنس للفيرلايز سويت او اللي هو الفيم وير اريا دلوقتي، اللي هو اصلا دي بيكون يعني الفيرلايز سويت ده بيكون فيه حسب انت جايبه ستاندر ولا ادفانسد ولا انتربرايز. الستاندر ده بيكون بيشمل ايه؟ بيشمل الفيرلايز لايف سايكل مانجر، اللوج انسايت، الفيرلايز اوبريشن. لو رحت للادفانسد بلس البرودكت دي بيكون معاه اللي هو الفيرلايز اوتوميشن. فعمليا الفي كلاود سويت ده بيكون باكج من الفي سفير بلس الفيرلايز كباكج يعني. فده بيكون لو انت هتشتغل بالاثنين تشتروهم الاثنين مع بعض بيكونوا ارخص يعني. فهنا بالنسبه لنا نرجع بقى لنقطه الايه، الفي سنتر. الفي سنتر عندنا زي ما قلنا اسينشال فاونديشن ستاندر، هتختار انهي نوع بناء حسب هو الاي 6 اي اللايسنس بتاعته ايه او عدد الاي 6 اي اللي عندك. وفي اي حال لو انت بديت بعدد قليل تقدر تابجريد العدد بعد كده، مفيش ايه اي مشكله. طيب هلاحظ بس هنا بقى نقطه قبل ما نروح بقى للمقارنه الفعليه ما بين كل نوع والتاني، ان احنا مثلا عندنا هنا هنلاحظ ان عندنا ستاندر ورايحين للانتربرايز على طول، زي ما برضو موجود عندنا هنا في الفي سفير هنا ستاندر وانتربرايز بلس. طب ليه مفيش انتربرايز؟ اقول لك هو زمان كان في انتربرايز، يعني تقريبا يمكن لغايه الفيرجن اللي هو 5 او كده كان في ستاندر انتربرايز وانتربرايز بلس، كان كل واحد بيبقى ايه بيقسمه يعني كل واحد هيبقى فيه فيتشر مختلفه يعني. لكن حاليا هو دلوقتي يعتبر على طول ستاندر وانتربرايز بلس على طول، ما عادش في حاجه اسمها ستاندر. بطبيعه الحال يعني في ام وير من وقت للتاني بيبقى في اختلافات في الاديشن، اختلافات في اللايسنس، بيعملوا باكج كده. يعني مثلا كان زمان كان في باكج من اللايسنس كده اللي هو الفي سفير انتربرايز بلس مع الفيرلايز اوبريشن. الفيرلايز اوبريشن ده اللي هو بيعمل مونيتري كان بيسموه في اس او ام، لكن ده اتلغى من حوالي 4 سنين تقريبا. فده كده كنت تاخد الفي سفير انتربرايز بلس مع الفي سفير
الفيريلايز اوبريشن مانجر اللي هو بيعمل لك مونيتورنج. فلما بتاخد باكج كامله من اكتر برودكت بيبقى السعر ارخص شويه، لكن في موير لغاته دلوقتي ما عادش متاح. فاحيانا انت بتلاحظ من وقت للتاني باكج معينه بتظهر بتختفي بعد فتره بتستمر حسب، يعني هو الموضوع كله بيبقى ايه وجهات نظر عند في ام وير في ناحيه المبيعات وناحيه الاسعار وايه الافضل للطرفين للكاستمر وايه لفي ام وير طبعا. فكده يعتبر ده اللايسنس والاديشن الاهم بالنسبه لنا. بناء بقى على ايه احنا هناخد، هقول انا يكفيني الستاندر او الانتربرايز. في كده بي دي اف في ام وير دايما بتعمل له ابديت بشكل يعني ممكن في السنه اكتر من مره، ان هو يقول لك الستاندر ده هيديك فيتشر كذا وكذا وكذا، الانتربرايز كذا. فده لازم تقراه، ما فيش حاجه تتحفظ يعني، تقراه وتكون متابع قبل ما تبدا تشتري علشان تشوف انا محتاج ايه الفيتشر اللي محتاجها، فبناء عليه انا الستاندر هيكون كافي بالنسبه لي او الانتربرايز، او اروح مثلا للفيسفير بلس او الاسينشال او احنا هنا شرحنا الاختلافات ما بين كل اديشن والتاني، لكن الفيتشر اللي فيه دي بقى اللي احنا عايزين نشوفها دلوقتي. هو ده البي دي اف اللي بقول لحضراتكم عليه، يعني بينزل بشكل يعني كل كام شهر كده في امور بيتحدث فيه لو في اي حاجه. يعني مثلا ده هو ده المفروض يعني حسب ما هو مكتوب لي 7، لكن هو نفس الكلام اللي بنقوله شغال على الايت برضه، يعني هو حتى هنا في الفيرس بتاعه هتلاقي بيقول لك في سفير 8. فلان موضوع الاديشن واللايسنس ما بيبقاش فيه اختلافات كبيره بينها من اديشن للاخر يعني. طيب لو جينا هنا طبعا هنا بقى بيلخص لك او بيديك بقى الفكره كلها بكل الاديشن وطريقه الحساب بتاعها والكلام ده. يعني هتلاقي مثلا هنا بيقول لك ان في سفير بلس وفي مثلا اللي هو الايه الهايبرفايزر وغيره يعني، وبيضلح والديسكتوب والاسينشال والروبو، طبعا في انواع تانية لكن مش مستخدمه قوي، احنا بنركز على الحاجه اللي احنا هنحتاجها في الواقع العملي. لو احنا مثلا جينا على يعني هو هنا بيديك اهوت ده الاديشن المستمر على طول اللي هي الستاندر والانتربرايز طبعا، وده الفيسفير بلس ده قلنا اللي بيكون بالسبسكريبشن. طبعا زي ما قلنا هو ده بيكون مديك كل الفيتشر وانت بقى حسب الاستهلاك او الاستخدام بتاعك. يعني شوف هنا طبعا على الشمال يقول لك الفيتشر كذا وكده، طبعا هو انكلودد كل شيء لكن ويحاسبك بقى عليه حسب الاستخدام او الاستهلاك بتاعك. طيب لو نزلنا تحت كده شويه عايزين نشوف بقى الستاندر والانتربرايز. طيب نيجي الاول نقطه لما يقول لك في الفي سفير ستاندر ده اللي هو قصده الاي 6 اي ستاندر لايسنس يعني، والانتربرايز بلس زي ما قلنا ما عادش في حاجه اسمها انتربرايز، ده خلاص اختفى من زمان. يجي بقى يديك على الشمال هنا يقول لك كل فيتشر، يعني مثلا اللي هو الفي سفير هايبرفايزر ده اللي هو يعتبر كهايبرفايزر يمكنك ان انت تكريت الفي ام بيسبورت في الاثنين. طبعا انت هتلاقي في فيتشر اساسيه في كله زي اللي هو الهايبرفايزر الفي موشن الاس في موشن حاليا، يعني هو انا بيكلم لك شويه في المايجريشن، الشغل بقى بتاع اللي هو الكلون السناب شوت الفيتشر اللي هي الاساسيه دي. فهنا يجيب لك كل فيتشر واللي عليها النقطه دي يبقى ديت متاحه فيها. طبعا هنا بيقول لك هو الستاندر والانتربرايز بلس ده بيكون معاه الفي سنتر اللي هو الستاندر اديشن، يعني لو انت شغال مثلا يعني هنا عشان بيقول لك ايه الهايبرد لينكد مود، هايبرد لينكد مود دي الفيتشر دي يمكن احنا شرحناها في موضوع او ادينا المعنى بتاعها، يعني لما كنا بنتكلم عن الاي ال ام اللي هو الانهانسد لينكد مود، الهايبريد دي لو انت عندك مثلا في سفير على او في ام وير على الاي دبليو اس زي ما هو كاتب لك او على اي بابليك كلاود تاني، وانت الفي سنتر اللي عندك ده بيخدم الاي 6 اي اللي على الكلاود مع الاي 6 اي اللي في الاون بريمس اللي عندك. فالمهم الفي سنتر هنا لو ستاندر يقدر يسبورت الفيتشر دي. نيجي مثلا لحاجه زي الفول تولرنس، هنا اختلاف مهم. شوف هنا بقى في احد الاختلافات اهي، ان لو انت عندك الفول تولرنس ممكن النقطه دي وضحناها واحنا بنتكلم في موضوع الفول تولرنس او الاف تي، ان لو انت عندك الستاندر اديشن اخرك 2 سي بي يو على الفي ام اللي هتنبل عليها الفول تولرنس، انما في الانتربرايز بلس ماكسيمم كام؟ 8. يعني هو الاف تي الماكسيمم بتاعه 8 باي حال من الاحوال، لكن فين؟ في الانتربرايز بلس. فهنا مثلا واحد يقول لي طب انا دلوقتي يعني ده فيصل مهم لو انت هتستعمل ستاندر او انتربرايز، لو انت دلوقتي ناوي تستعمل الفول تولرنس يبقى لازم تركز هنا. ليه؟ لان ممكن يكون الفيم بتاعتي محتاجه مثلا 8، يبقى خلاص الزامي كده لازم اروح على الانتربرايز، او المهم الفيم بتاعتي فيها اكتر من 2 فيرتشوال سي بي يبقى لازم اروح للانتربرايز بلس.
نيجي تاني هنا بيجيب لك بقى باقي الفيتشر اهي. الفي سفير هاي افيلابيلتي طبعا متاحه في كله، الفي سنتر الباك اب، التي بي ام مثلا موجود هنا. فهنا هتلاحظ كل الفيتشر موجوده في الاثنين. لو ننزل هنا لغايه ما عايزين ننزل بقى نشوف ايه الاختلافات. هنا مثلا اول حاجه هي موجوده في الانتربرايز فقط، اللي هو الايه، الفي سفير ديستريبيوت سويتش او الفي دي اس. الفي دي اس من اشهر الحاجات اللي موجوده فقط في الانتربرايز بلس. يعني احنا لما اتكلمنا في موضوع الفي دي اس الشرح بتاعه قلت لك احد ريكويرمنت بتاعته عشان تعمله لازم يكون عندك اللايسنس بتاعت الاي 6 اي انتربرايز بلس، طبعا مع الفي سنتر اللي هو الستاندر. فده مثلا موجود هنا حاجه اسمها او تي دبليو اي، طبعا دي احنا ما شرحناهاش لكن هي موجوده برضو في الانتربرايز. الهوست بروفايل شرحناه، ده برضو في الحاجات اللي في الانتربرايز. الدي ار اس والاس دي ار اس ده كله في الانتربرايز اهوت، يعني ده الاستورج دي ار اس والدي ار اس ده كله في الانتربرايز بلس. فنلاحظ هنا بقى كل ده الفيتشر دي في الانتربرايز بلس. هيكمل لك كده كل الفيتشر دي، تبدا بقى تشوف الفيتشر. طبعا عمليا ومن اهم الفيتشر اللي تخليك تروح للانتربرايز بلس اللي هو الدي ار اس والاس دي ار اس والفي دي اس والفولترز لو انت عايز تستعمله. لكن عمليا الفيتشر اللي بنحتاجها كتير في الانتربرايز بلس كفرق مهم جدا بالنسبه لنا، ودايما لو حد بيقول لي هتستعمل ايه دايما بساله اول سؤال، انت عايز تستعمل الفي دي اس، الدي ار اس، الاس دي ار اس؟ لان دي من اكتر الفيتشر اللي احنا بنستعملها في الواقع العملي ومش متاحه الا في الانتربرايز بلس. لو انت مش محتاج الفيتشر دي استعمل ستاندر. ليه؟ فرق السعر كبير للامانه ما بين الستاندر والانتربرايز بلس. طيب يبقى احنا كده هنا وضحنا او انت تقدر تشوف بقى كل الفيتشر اللي موجود عندك على مستوى الاي 6 اي في الستاندر من الانتربرايز بلس هنا في القائمه دي، وبناء عليه تقدر تختار بكل بساطه. تيجي بعد كده بيكلمك وقت على فكره الفي سفير هايبرفايزر، ده موجود عندك. شوف زي ما احنا قلنا هو ما بيشترطش خالص، يعني شوف بيقول لك ايه، نو ريستريكشن في النمبر بتاع الفيزيكال سي بي يو او الميموري على الهوست، لكن ماكسيمم فيرتشوال سي بي يو بير فيرتشوال ماشين كام؟ 8 فيرتشوال سي بي يو. فدي نقطة مهمة جدا في الهايبر، وده فري 100%، لكن هوست ستاند الون وما تقدرش تضيفه لأي في سنتر. ده بالنسبة للديسك توب برضه بيوضح لك الفكرة بتاعتها. في حاجة تانية اسمها اكسلريشن كيت، بس دي مش مستخدمة خالص. ده بقى بيوريك اهوت الفكرة بتاع الاسينشال كيت، ويديك اللي هو الاسينشال كيت والاسينشال كيت بلس، بيوضح لك الفيتشر بتاعتهم. زي ما قلنا ده الفكرة بتاعتها اب تو، شوف هنا بيقول لك اهو اب تو 3 هوست واب تو 2 سي بي يو في كل هوست، عشان كده هو بيديك ايه 6 سي بي يو. وزي ما قلنا بتاخد ال 6 سي بي يو سواء انت احتاجته او ما احتاجتهوش، هي باكج كامله انت بتاخد. هنا بقى بيوريك اهوت الفروق بينها، ان مثلا الاسينشال بلس هيكون فيه موجود الفيتشر زي الفي موشن، الفي موشن، الاتش اي بكل الايه التفاصيل دي. فتقدر تشوف الايه الفروق بينهم. يعني لو جينا اهوت كجدول اهو الاسينشال والاسينشال بلس، طبعا كايبر فايزر موجود في الاثنين. نيجي للفي سنتر، طبعا موجود الفيتشر دي موجوده في سواء اللي هو الاسينشال، وطبعا الاسينشال ما بيكون الفي سنتر عندك اسينشال فقط، يعني ما بيستعملش حاجه ثانيه. ويديك هنا بقى باقي الفيتشر ايه اللي متاحه في الاسينشال بلس. طبعا الاسينشال بلس للامانه هو الافضل في الاستخدام، يعني في موضوع الاسينشال كيت، لان الاسينشال يعني كباكج كامله، لان الاسينشال كيت فقط بدون الاسينشال بلس كيت انت يا طور هتكريت في امز بس، لكن عايز تمايجريت، عايز تحقق اي افيلابيلتي، الكلام ده لا ما بتكونش موجوده الا على الاسينشال بلس زي ما احنا شايفين. فده نقطه مهمه جدا لازم ناخدها في الاعتبار. عشان كده دايما اللي بيستعملوا الاسينشال لايسنس بياخد الاسينشال بلس كيت. فرق مش كبير لكن مفيده جدا، وتاخد الفيتشر طبعا مع تحقيق الشروط بتاعتها ان هي اخرك 3 هوست فقط. ده بقى الروبو، وده قلنا ليه الفروع، وقلنا طبعا ده بيديك اللي هو الستاندر ادفانسد وانتربرايز. طبعا هو اخر هو ان 3 اديشن انكلود كام؟ 25 في ام لايسنس، يعني ده الماكسيم 25 في ام في السايت الواحد. طب ايه بقى الفروق بينهم؟ زي ما احنا شايفينه ده الروبو الستاندر ادفانسد انتربرايز. تبدا بقى هيوريك الفروق، يعني مثلا هايبرفايزر موجود في كله، الفي موشن موجود. بدايه الاختلافات بقى مثلا في الفول تورنس في الستاندر 2 سي بي يو و8 سي بي يو في الادفانسد والانتربرايز. لو نزلنا تحت طبعا بالنسبه للروبو بتجيب لايسنس للفي سنتر لوحده، ممكن يشتغل عندك ستاندر او فاونديشن حسب الاحتياج، لكن دايما بتشتغل بالستاندر ده الاشهر.
نيجي هنا بقى بدايه الاختلافات اهيت. الهوست بروفايل مثلا والاوتو ديبلوي موجود بدايه من الادفانسد والانتربرايز، الاستاندر مش موجوده. الديستريبيوتد سويتش موجود في الادفانسد والانتربرايز. مثلا الفي ام انكريبشن ده موضوع ادفانسد او موجود في الانتربرايز بس. ايه تاني الفيتشر عندنا؟ هو ده كده الفيتشر اللي ايه اللي موجوده عندنا. فده كده اعتبر كمقارنه للروبو اللي هو الستاندر والادفانسد والانتربرايز. يعني يمكن الستاندر او الادفانسد هيكون كافي جدا في غالبيه السيناريو، لان برضو الموضوع ممكن يفرق معاك في السعر، لان بقول لك كل اديشن من ده هيفرق معاك في السعر كتير. ده كده يعتبر البي دي اف ده بيوريك كده مقارنه لللايسنس عندك على مستوى الفيسفير. نيجي بقى لاخر نقطه عندنا اللي هو الاديشن بتاعت الفي سنتر. قلنا احنا عندنا للفي سنتر عندنا اسينشال وفاونديشن وستاندر. اول فيصل بالنسبه لنا ان الاسينشال ده بيكون ماكسيمم اب تو 3 هوست، ده للاسينشال، فبالتالي ده شغال مع الاسينشال والاسينشال بلس. الفاونديشن بيكون اب تو 4 هوست، ده ممكن يشتغل مع الستاندر والانتربريز بلس والفي كلاود. والستاندر بقى انليميتد، بقى فيه هوستين 3 4 5 فيما فوق، هو شغال معانا حسب بقى الماكسيمم كونفيجريشن بتاع كل فيرجن من الفي سفير. طبعا الموضوع بيختلف من اصدار للاخر، لكن الموضوع طبعا ايه انليميتد، مش هنوصل للليميت بتاعه في الحاله دي. وده شغال مع الستاندر والانتربريز والفي كلاود سويت. ده كده بالنسبه للفي سنتر. طبعا زي ما قلت لك انت تقدر في اي وقت لو انت اشتريت مثلا فاونديشن وبعد كده زودت عدد الهوستات تعمل ابجريد من الفاونديشن للستاندر. برضو اشتريت مثلا اللايسنس بتاعت الاي 6 اي ستاندر تقدر تعمل ابجريد للانتربرايز بلس، بتدفع فرق السعر بتاع اللايسنس وبتدفع فرق السبورت للمده المتبقيه عندك. وده موضوع دوبل جدا سهل جدا ان انت تقدر تعمله، مفيش فيه اي مشكله. يبقى هو ده كده موضوع الاديشن واللايسنس بتاع فيم وير. موضوع مهم جدا ان انت تركز فيه قبل ان انت تقرر هاخد انهي اديشن. البي دي اف ده متاح تقدر تداونلوده باستمرار، هو بيبقى فيم وير بتابديت لو في اي حاجه اتغيرت فيه علشان تشوف انهي اديشن الانسب بالنسبه لك، لان الموضوع بيفرق معاك في السعر كتير جدا، بالذات لما يكون عندك عدد اي اس اكس اي كتير. يعني مثلا موضوع الفي سنتر هو ابلاينس واحد، موضوع مش هيفرق معانا كتير، لكن على مستوى الاي 6 اي فرق السعر مثلا من الستاندر للانتربرايز فرق كبير جدا. فبالتالي لما يكون عندك هتجيب 30 لايسنس 50 لايسنس 100 لايسنس، فتلاقي الموضوع هيفرق الافات كتير جدا، لان الموضوع بيفرق في السعر بتاع اللايسنس اللي هتدفعه في الاول، وبعد كده السبورت اللي انت بتجدده سواء اشتريته سنه سنتين ثلاثه والتجديد بعد كده. طبعا كل ما تشتري المده اكبر السبورت بيبقى يديك خصم افضل، يعني دايما ايه عشان كده كل هتلاقي بيشتري الثلاث سنين لا بيكون عليه خصم افضل. لكن طبعا مع اختلاف الاديشن هتلاقي الموضوع هيبقى مكلف جدا ليك. فده نقطة مهمة جدا ان انت تبقى فاهم الاديشن كويس، فاهم اللايسنس بتتحسب ازاي علشان تاخد القرار الصح، ما يبقاش فيه اي تكاليف اضافية انت مش محتاجها. ده كده كان موضوعنا النهاردة، ونشوفكم ان شاء الله قريبا جدا في فيديو جديد. السلام عليكم.